بكل اعتزاز وامتنان وافتخار أن نقف مع أبنائنا الطلبة الفلسطينيين لنعبر لهم عن حبنا وصدقنا وشكرنا لهذا الشعب العظيم. لا يسعنا إلا أن نشكر رئيس الجمهورية شخصيا عبد المجيد تبون، لأنه لم ينسى الطلبة الفلسطينيين الذين انقطع سبل التواصل بينهم وبين أهاليهم، الذين نزح بعضهم وهجر بعضهم واستشهد بعضهم. نشكر السيد الرئيس عبد المجيد تبون على هذه اللفتة طيبة باستذكاره للطلبة بعد انقطاع السبل بهم بعائلاتهم في قطاع غزة. هذه أول دولة عربية مسلمة تقوم بهذه الخطوة الجبارة بمنح طلبة فلسطينيين منحة معتبرة. هذا يدل على مدى تلاحم الشعبين، الشعب الجزائري والشعب